هنتعلم النهاردة ازاي نظبط مقود دراعات في البيس بشكل عام، سواء 16 17 18 بكل سهولة. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنخش على ملفات اللعبة وبنخش على السيتنج زي ما احنا شايفين كده قدامنا. سيتنج هي قدامنا، شايفين هي سيتنج. نروح على سيتنج وهنلاقي زي ما احنا شايفين كده اول حاجه بتظهر العرض ولغه التحكم. كلمه اداه التحكم دي هنضغط عليها، اداه التحكم شايفينها، اداه التحكم دي نضغط عليها هيظهر لنا الشكل اللي احنا شايفينه. هنخليها على دايركت انبوت وهنروح على هنا هنختار واحد، نختار 20 يو اس بي جيم باد تمام. وهنروح على الدراع، هتلاقي الدراع كده اللي هو الاس الاحمر، ايوه اللي هو ده زي ما احنا شايفين كده. سيب اللي في ايدك ده اللي هو في الكاميرا، تعال هنا هاتوا الدراع اهو، خليك ماسك هذا عشان انت هتدوس. الدراع اهو قدامنا اهو زي ما احنا شايفين. انا هعلم هنا على مثلا الاكس، هنعلم على الاكس كده، وهنروح بعد ما اعلم على الاكس خليك انت معايا، هقول له هنا علم على، اضغط على الاكس هنا، اضغط عليه. هنروح نضغط على هنا الزرار ده في الرسمه، وهنروح برضو على هنا نضغط على ايه على الزرار ده وهكذا. ونروح هنا نضغط على الزرار ده وما يمثله فين دقيقه، اللي هو فين اللي هو ده الضفر ده. وهنروح على ده، الضفر مش بيبين الزرار اصلا. هنروح نضغط على ده وهنروح نضغط على، نروح نضغط كذلك على اللي هو الصور عشان ده كده، نضغط عليه ونضغط برضو هنا ايه ما يمثله هنا زي ما هو ضغط كده. ونروح على اللي بعده وبتكرر ده في كل الازرار اللي قدامنا. نضغط على اللي تحت، بنروح على كمان ده، نروح على ده كمان اهو وهو يضغط عليه هنا برضو تمام. هم دول اهم الزرار عندنا، وده كمان، وهنضغط على اللي هو الزرار اللي تحت ده هو ضغط عليه خلاص تمام كده. كله سي بي بقى الاربعه دول بنضغط عليهم هنا، وبعد كده ايه نضغط على الواقع والحقيقي هنا عليها بعدها. كل سهوله بكده ظبطنا اول واحد، هنقول له خلاص كده ظبط، ممكن تضغط موافق، نضغط موافق. احنا كده ظبطنا اول واحد، ونروح للسيتنج تاني عشان بس يحفظ الاولاني. وبنفس الطريقه بلوحه بروح على اداه التحكم، واروح اختار اداه التحكم 2، واختار اللي هو توين باد 2. احنا اخترنا اول واحد، هنختار المره دي ثاني واحد، يبقى اول واحد كان مع ده وتاني واحد هيبقى مع اللي تحت تمام. وهروح على الدراع الثاني، هنمسك الدراع الثاني اهو حتى ده لونه اصفر، وبنفس الطريقه اعلم على ده هنا، وهروح هنا اعلم اضغط عليه، واللي بعد اعلم على ده هنا، استنى ما تضغطش الوقت اللي معاه اهو. ونروح هنا ايه اهو يضغط عليه اهو، نضغط عليه اللي هو عليه الضغط، وهنضغط هنا نرجع هنا تمام، ونضغط هنا ونضغط هنا تمام، ونروح على ده ونضغط على زر السرعه، والزر اللي تحت نضغط عليه اللي هو ده اهو، ايوه الزرار اللي بعده ده، دول اهم حاجه احنا قلنا اهو ممتاز. الزرار اللي تحت اهو كمان نضغط هنا ونروح هنا نضغط عليه ده، ضغط عليه خالص ونقول له موافق. وبكده احنا ضبطنا اعدادات دراعات البيس ايا يكن البيس بقى 2016 و17، هي الاعدادات واحده في كلهم. ما فيها استفسارات ولا شوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو مش بتشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكونوا مشتركين معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.